من سجل في مواجهة الذهاب يعود لزيارة مرمى السماوي من جديد ويسجل ثالث أهدافه في بطولة الدوري. الفارو من خارج منطقة الجزاء من كرة متحركة يسجل أول أهداف دبا في هذا المساء في الدقيقة 11. الفارو تحرك استلم سدد لم يكن مراقب في اللقطة الماضية. شوف أمامنا الخطأ من الدفاع، محاولة كانت قطع الكرة لكن الفارو وضع الكرة على يمين حارس المرمى. فهد الضنحاني يسجل هدف المباراة الأول، لمها بشكل ممتاز وسدد الكرة في زاوية صعبة على المرمى، وبالتالي يعلن عن تقدم الضيوف بهدف المباراة الأول. صاحب المركز الأخير يسجل هدف عن طريق ألافارو دي أوليفيرا، هدف ديبا هذا الموسم لم يكن مراقب في اللقطة الماضية. شوف أمامنا الخطأ من الدفاع، محاولة كان قطع الكرة لكن ألفارو وضع الكرة على يمين حارس المرمى. فهد الضنحاني يسجل هدف المباراة الأول، لمها بشكل ممتاز وسدد الكرة في زاوية صعبة على المرمى، وبالتالي يعلن عن تقدم الضيوف. هذه أفضل مباراة يقدمها ديبا هذا الموسم، عالية للأمام رأسية، الهدف الثاني، الهدف الثاني. حبيب يوسف يسجل حبيب يوسف هدف ثاني للنواخذة، هذا اللي حذرت منه وتحدثت عنه. بنياس يقدمون بالتأكيد يقدمون أنفسهم بصورة جدا ممتازة ويسجل هدف المباراة الثاني. أكرة يكملها بيغير اتجاه المدافع خالد الهاشمي، هدف عكسي خالد الهاشمي. حبيب في الارتقاء لم يكن مراقب، والكرة التي تغيرت اتجاهها من جانب المدافع خالد الهاشمي، وهدف ثاني لمصلحة النواخذة. الله على نواخذة.